محمد الشناوي انا بحترمه على المستوى الشخصي، يعني نوعيه محمد الشناوي يمكن هو امتداد لحراس مرمى النادي الاهلي، لكن حارس مرمى يعني عنده حته العقلانيه والانتماء للنادي الاهلي، لكن هنا بيتكلم على دوره في انه بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي وان هم عندهم تملي حافظ البطولات وعندهم عقليه البطولات، وقال جمله ان احنا تواجدنا في 5 نهائيات قبل كده وبنطمح ان نكون موجودين في النهائي السادس. انا بس عايز اتوقف، ولا مش يمكن مش وقته في موضوع حراسه المرمى بتاعه المنتخب، خليها مش وقتها، بس خلينا نتكلم عن دور الابطال دلوقتي. بالظبط، الحلقات دي كتير. اني انت مهم تاكد على لعيبتك كقائد الفريق، هو اللعيبه مش محتاجه لان انت بتلعب في النادي الاهلي، بس مهم ان انت تتكلم معاهم على جزئيه عدم الاستهانه بالمنافس، لان في بعض الناس دلوقتي بتتكلم في جزئيه ان استاد ابيجان ده فريق غير مصنف، ودي الحته دي انا بكررها المره الثانيه، لان ممكن هو مش في نوعيه لعيبه، بس ممكن تلاقي لعيبه تاخد بالكلام وتنزل الملعب، ودي حصلت قبل كده في واقعه قريبه جدا. انت ممكن تكون تعاملت مع المباراه بهدوء شويه فتعادلت او حصل حاجه، لازم تركز جدا انت تكسب اول مباراه. اهميه مكسب المباراه مش انت دور مجموعات، دي بتبقى رساله لكل المنافسين ان انت جاي تحافظ على لقبك، جاي بتسعى للحفاظ على لقبك. المباراه بتاعت بكره دي لها اهداف كتيره جدا للفوز منها، والفوز باداء قوي مش مجرد الفوز وخلاص، لان انت دي بقى رساله. انت هتلعب الماتش ده عندك البنك الاهلي، عندك اورلاندو بايرتس، وبعد كده رايح الانتركونتيننتال، فانت مهم جدا تقدم صوره مهمه جدا. كلام محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي على الفوز للبطوله الثالثه على التوالي وال13 في التاريخ، اكيد ده مهم جدا للفرقه انها تركز بكره في المباراه.